العربية اتأخرت كده ليه؟ السواق ده قال لي انزلي انا هتلاقيني تحته على طول. معلش والله كنت بحط بنزين للعربية. ناس اتفضلي. البسي الكمامة بتاعت حضرتك بقى عشان في مخالفة عليا والله، لازم تلبسي الكمامة. طب انا مش عاملة حسابي، انا لسه نازلة من البيت مش عاملة حسابي، مروحتش الصيدلية جبت حاجة. طب انا عامل حسابي كده، اتفضلي. انا كده كده بجيب اصلا عشان في ناس بيركبوا معايا ما معاهمش، ببيع الواحدة بخمسة جنيه. بس كتير قوي 5 جنيه، ما بتتباع ب3 جنيه في كل حتة. طب انا بجيبها ب3 ببيعها ب5 عشان اكل عيش برضه. هتكسب فينا يعني، مش كفايه ندفع لك الفلوس كتير بتاعت المواصلات؟ طب والله الدنيا غاليه يا ست الكل. معلش اتفضل. شكرا. اتفضل يا ست الكل، ربنا يخليك. شكرا على الكمام، ربنا يسعدك. والله احلى حاجه اللي انتوا بتعملوا كده عشان ناس كتير بتبقى نازله مش عامله حسابها في الكمامات. لا دي اهم حاجه، عارفه يا ست الكل دلوقتي لو ما حضرتك مش لابساها مخالفه على طول ادفع مخالفه. لا والله. اه والله مخالفه ومشكله. البزيه يا ست الكل، اعدليها بس كده على فوق حضرتك كويس. اعدليها، ايوه اعدليها بالظبط، ايوه اكتميها كده بس عشان تسويها، اكتميها على فوق كده. سرحتها صعبه قوي ليه كده عند حضرتك؟ ما هي عشان الصيدليه بقى. ماشي يلا. لو سمحتك الكمامه خنقتني قوي، ما ينفعش اقلعها. لا والله ده مخالفه عليا حضرتك. مش قادره اخد نفسي حضرتك. طب اقول لك على حاجه، اسنديها كده بايدك على بقك كده جامد. ما هي مقفوله، مش قادره اخد نفسي. هانم مالك في ايه؟ يا ساتر يا رب، مالك؟ حضرتك في حاجة ولا ايه؟ في حاجة حضرتك؟ الله ينور. مفيش حد هنا، الله ينور كده. سامحيني والله انا مش هعمل حاجه، ما تخافيش والله العظيم زي اختي. يا بنت الحرام، موبايلات هي الشنطه كلها تلزمني، انت ما تلزمنيش يا ولد الحراميه. ده الشنطه لوحدها بفلوس. اشيل الكمامه بقى. هانم 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 مالك في ايه؟ طب تعالي وصلتك اهو، انزلي. هو ده المكان، مش تعالي تجري. بص تعالي خدي اقعدي في الهوا شويه، تعالي اقعدي في الهوا، هجيب لك ميه، تعالي اقعدي في الهوا. تعالي تعالي على مهلك، ما ينفعش يا ست الكل على مهلك. تعالي 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 ست الكل، تعالي تعالي اتفضلي هنا. خليك قاعد اجيب لك المايه، ثواني. ها ثواني اجيب لك المايه. طب بصي الساعه دي تقلق اديك عشان تبقى على وشك. ثواني ثواني. لا لا ايه ده الخاتم ده؟ هاتيه بسرعه الخاتم ده، ده الحاجات دي وانت مخنوقه ممكن تضايقك. معلش هاتي ست الكل، معلش خليك. ثواني 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 هجيب لك مايه. ميه ايه يا عايزه الميه، هات لي الميه يا ميه ايه؟ عايزه الميه اشرب. انا معيش ميه والله. في حاجه يا استاذ ولا ايه؟ في حاجه؟ انت مش السواق؟ سواء
سواء ايه يا استاذ؟ قومي. في كنت راكبه مع واحد قال لي هجيب لك ميه وقلعني الخاتم والساعه ومش لاقياه راح فين؟ مين ده يا استاذ؟ واحد سواق. سواق كان اخدني من قدام باب البيت ولبسني كمامه وبعد التليفون. كده ما حسيتش بالفعل. في التليفون ده مش معاك رقمه في التليفون؟ التليفون في الشنطه. الشنطه فين؟ يا ابن الحراميه. ايه اللي حصل بس؟ سرقني وماشى خدني وسرقني وماشى باين عليه. حضرتك يا قرش في وشك حاجه يعني؟ لا لبسني كمامه وبعد كده ما حسيتش بنفسي. لازم حد ياخد كمامه من حد يا استاذه. قال لي لازم تلبسي كمامه، قال الناس بتوقفني وهتحبس. الكمامه دي تجيبها من الصيدليه بس، بس ما تاخدهاش من اي حد كده. ما اعرفش اللي حصل، انا حتى مش فاكره نمره عربيته كام. انت مغفله بقى. بعد اذنك يا استاذه. طب ساعدني طيب. اه يا استاذ اعمل ايه انا دلوقتي؟ يلا بينا عشان متاخروش. عايزين عربيه، نوقفوا عربيه بسرعه عشان متاخروش. ايوه تودينا الموقف؟ تعالي اتفضلوا اوديكوا الموقف. تعالي ماشي يلا تعالي اركبي. السلام عليكم. اتفضل. الو ايوه والله العظيم معايا الفلوس اهو، معايا 20,000 جنيه وجايه لك على طول. اه انا في العربيه اهو. مع السلامه. الكمامه فين حضرتك؟ كمامه؟ معيش كمامه. احنا معناش كمامه. لا ده لازم كمامه والله، ده في مخالفات جامده دلوقتي على اللي مش هيلبس كمامه. ايه يا ست مش عارفه البلد فيها ايه، المفروض تلبسي كمامه. بس انا عامل حساب والموضوع ده عندي انا وسهل. تعالي. كل يوم الصبح اصحى اتوكل على الله اجيب لي 10 كمامات اخليهم معايا، برضه السبعين حبايبي. والله انتوا حبايبي واخواتي. اتفضلي. الواحده ب 5 جنيه. ماشي. اتفضلي واحده. 4 جنيه بره. ب 5 جنيه والله. اتفضلي يا حبيبي. لا انا مش غلط على اطفال. لا مش غلط والله عليها، ده لازم. لا بتكذب عشان ما يحصلش حاجه الموضوع. لا غلط على اطفال. الدنيا هتبوظ كده. غلط. انا هعمل كده. يا حبيبتي والله ما ينفع. هتخنقني. بتخانق انا من الحاجات دي. بتخانق من ايه يا حبيبتي؟ مش هينفع. مش هينفع. ده لازم يا ست الكل. انا لبست الكمامه وخلاص. لبست الكمامه. فبسي ايوه على وشك، خليها في النص. ودوسي عليها جامد اهي اهي عشان ايوه ثبتيها بتاعت المناخير الحديد دي، ثبتيها على مناخير اهي اهي. ايوه ثبتيها. الله ينور عليك. الله يبارك لك. ايوه كده ثبتيها. بصي بسيها كده عشان تاخد وضع البق اهي. اتعلموها بقى. اصل انا اخد معايا دكتور وفهمني بتتلبس ازاي. بتمسكيها تكبسيها كده حته عند المناخير كده وتمسحيها لورا كده اهي. ايوه خلي بالك عشان عيالك بالله عليكي. ماشي توكلنا عليك يا رب. يلا لو سمحت انا مستعجله، وصلني بسرعه. خلاص والله انا ماشي على الاخر اهو. مستعجله؟ في ناس مستنياني. ماشي والله. ماما. مال ماما حبيبتي في ايه؟ ماما. مال ماما؟ يا ماما في ايه يا ماما؟ ما تستني اقف على جنب يا حبيبتي، استني اقف على جنب. مالها في ايه؟ ما اعرفش اللي حصل يا ماما. ثواني ثواني اركن لكم على جنب يا حبيبتي، ثواني يا حبيبتي. ثواني يا ماما، ثواني هوقفكوا على جنب اهو، ثواني هركني على جنب يا حبيبي. في ايه؟ في ايه بقى؟ طمنينا عليكوا. انت عارف اللي حصل لماما؟ ثواني يا حبيبتي ثواني. يا ماما مالك مالك يا حاج؟ تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي. استنى خدي الشنطه دي هنا بس الاول. تعالي خدي الشنطه دي هنا. نزليها نزليها لي هنا. تعالي تعال تعال نزلها لي هنا. تعال 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 يا حيت انزل امك. استنى هيطعك الله ينعل الارض. تعالي 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 يا ست الكل. تعالي فوقيها بس فوقي ماما. اهي فاقت. تعالي تعالي تعال انزلي. تعالي انزلي هنا. تعالي تعالي اتفضلي. تعالي تعالي انزلي. تعالي تعالي يا ست الكل. يا ساتر يا رب راحتي قلبي والله. تعالي انزلي على الرصيف هنا. تعالي اقعدي على الرصيف. تعالي تعالي اقعدي على الرصيف. تعالي تعالي استكوني على الرصيف. تعالي 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 اتفضلي على الرصيف هنا الاول في الهوا. قاعديها في الهوا يا بنتي قاعديها. صلوا على النبي صلوا على النبي. قاعديها في الهوا قاعديها في الهوا. في ايه مالك؟ صلوا على النبي. انت مستعجله على الاخر ليه؟
خليك صلي على النبي، اجيب لك ميه ثواني، هجيب لك ميه ثواني، لك ميه ثواني. مالك مالك ست الكل؟ يا ساتر يا رب. انت حاسه بايه طيب؟ انت حاسه بايه؟ انت حاسه بايه ست الكل؟ في حاجه ولا ايه؟ في حاجه؟ لا مفيش مش يعني مش عارف مالها. معرفش هو ليه؟ انا لبست الكمامه ريحتها كانت وحشه قوي. الكمامه هو أوه. هو انا سمعت على موضوع الكمامات ده، بيقول لك بيحطوا مخدر في الكمامه. هو اللي عطيت ريحتها. لا انا هو انت السواق؟ انا سواق. اه اديني اكلم ابوك يا امنيه، اديني التليفون يا امنيه، اديني تليفوني. فين تليفونك يا ماما؟ التليفون؟ التليفون قدام اهو يا حبيبتي، قدام اهو. والشنطه دي بتاعتكو؟ اه. انت حاططها قدام ليه؟ ثواني بس اهدى بس اهدى. ده شكله كان عايز يسرقكو ده؟ لا اقسم ابدا والله، اقسم بالله ما انا سايبه. طب ثواني، لا ما بص. اصلا طب قلت لي خليك تحط التليفون والشنطه قدام. والله ما انا سابك لما تيجي الاسم. طب بصحى ابدا ست. اخر مره انت مع كام واحد دي؟ اخر مره والله العظيم. اخر مره يعني انت نصاب صح؟ والله العظيم استنى. هات المفتاح كده. سيب. مش عم والله ما سابك لما اوديك الاسم. طب استنى. ايوه بابا. ثواني طب في ايه؟ طب استنى. وابن معايا. ثواني طب اقعد اشرح لك. ثواني. والله العظيم بعمل كده تاني. شعبك يا تاني والله العظيم سامحني. انا تبع كام واحد دي؟ ثواني. سامحيني ولا لا؟ شوفي شنطتنا مسروق منها حاجة. شوف في حاجة ناقصة ولا لا؟ هو بصحى خدت حاجة كده حطيتها قدام بس. استنى بس صلى على النبي، صلى على النبي يا ابني. والله وانت مش اي حد يديك الكمامة تاخديها. لا لا فلوس جواها يا ماما. ما اعرف قال لي. انا عندي ظروف والله يا ابني، معلش. عندي مشاكل. ظروف ايه يا عم؟ تسرق الناس يعني؟ ابوس ايدي. ابوس مين بس؟ ابوس ايدي خليك امي كده بس. والنبي ست الكل. والنبي ابوس ايدك والنبي انا اسف. ابوس ايدك انا اسف. انت هترضي لا سيبه؟ انا اسف. هيعمل كده مع كذا واحد تاني. والله ما اعرف حد. خليك هنا انس، خليك معايا. اه اديني الاسم واجي.